ملكية الشركة، تمام؟ في معنا كمان ايش؟ ريلايز شير يونيتس، هذا طبعا الاسهم لما يعطي لك هي تظل هولدنج فترة معينة على اساس انه مش تشل الاسهم تتخذ اي قرار وكذا، تظل البرفورمانس حقك تمام؟ لو مثلا كل سنتين بعدين ربما هذه عادية في البرفورمانس في الظروف الشير ارباح يعطيك اسهم، اسهم هذه انت تقدر بعدين تبيعها حق الاسهم هذه تكون من الارمان خلاص في نوع يحق لك انك تتصرف فيه وفي نوع ما يحق لك يظل معك تستفيد منه لمده سنتين بعدين خلاص انتقل من الكرياتور اللي لا تبيعه ولا تبيعه النوع الثاني بدك تبيعه يعطيك اسهم فبكون مشاركه بهذا التحدي تعطيك اسهم تظل باسمك انا تظل باسمك لحد الان بدك تبيعها حتى لو خرجت من الشركه ما بيكونش معه مشاركه بالارباح الا لو ملك اسهم طبعا ايوه الاسهم هذه تيجي لك كل ثلاثة شهور تنزل ارباح هاي وتضيف تشتري بها الاسهم بس ما بدك احنا ندخل شركه مثلا واحد في الجانب المالي واحد في الجانب المالي بس مين يقول لك مثلا انك عندك نسبه معينه لواحد محدد يعني انت كانه تم تبني ثم وبالاخير انت تمر تجرى له واحد اي حاجه ولا شيء ايوه ممكن هذه لا مشكله لازم يكون من الاساس نفسه يقول لك النص ده يعني ايوه حتى طبعا يا شباب في مكان هنا اسمه اوبشن الاوبشن هذا مثلا انا حققت ارباح عاليه للشركه تمام تجارتي في شغلي الشركة استفادت معي أدخلت ضمن الأوبشن هذه ممكن أحصل على أسهم زيادة أحصل على مثلا كاش زيادة يعني أحصل على امتيازات غير طيب الآن يعني إيش الكي كونسيدريشن عند البيمنت إيش الحاجات التي تأخذ بعين الاعتبار عند الدفع احنا بنمشي عليها الوثق لام معك emphasize on consistency and sustainable and relative performance هنا التأكيد على الكونسيستنسي والاستدامه وانه يكون حقك الاداء تمام هي معك ثلاث حاجات ما بندخل عليها لانه ما فيش وقت تشالنجينج بيرفورمانس ماتريكس الايند ذير انفستمنت فريم ورك طبعا الانفستر الذي هو الملاك الشركه او المستثمرين تمام المستثمرين يعطوا لك فريم ورك معينه يعني ايش الهدف اللي انت تشتغل اهداف استراتيجيه هنا هذه هم يقومون من الكوميتي بتشوف هل انت حققت من هذه ايش عن انجازاتك هذه كانت مع الاهداف هذه ولا لا؟ هنا معك التفاصيل طبعا بالاضافه الى ايش انت تستلم الان وايش ممكن ان انت تستلم في المستقبل تمام ايش الامتيازات اللي ممكن تمنح لك؟ طبعا هذا كله يعتمد على شغلك مثلا بروفايد يعني يعطي لك مثلا ميكس اوف كومبنسيشن اليمنتس من هذا الكاش بيمنت تعطى مثلا للتعويضات النقديه التعويضات النقديه والتعويضات الذي هي الاسهم وال معك الكومبنسيشن كوميتي جدمنت معك هذه اللجنه حق التعويضات اي قرارات تؤخذ عن ايش؟ تؤخذ عن بالانس اجريمنت يعني ياخذوا عده عوامل علشان يقوموا على اساس يقرروا لك التعويض المناسب لك. ومعك هنا امثله طبعا هذه الذي تجينا بس ما باخذ وقت الاستماع. بالانس بتوين اوفر اول كومباني اند بزنس يونت ريزلت يعني انا كشركه ايش الهدف الرئيسي للشركه تمام؟ أنت كم حققت من حق هذا كوحدة في الشركة كم أنت حققت على أساس شارك في حق المشكلة في الأمم العربية الإنجليزية كم حققت على أساس تساهم في الشركة كاملة تمام طيب إذا في ريسك برضو يأخذ في الاعتبار شغلك في بوريس يأخذ في الاعتبار كمان طبعا أيوة
الان نجي نشوف ايش ساهمت علشان الكوربوريتيف سوشيال افيرز سوشيال ريسبونسبيلتي. هي تشارك بثلاث حاجات: سوشيال يعتبروا الامبلويز والكستمر والكوميتيز الموظفين والعملاء والمجتمع تمام، ومعاك الذي بالنسبه للانفورمنت الذي ناتشرال انفورمنت وريسورسز. ايوه شو معنى الكوميونيتيز؟ بس ايش انت كاتب الكوميونيتيز موجوده؟ طيب هو كمان هم مهتمين في القبر في الحكومات لا موجود خلط ناخذ هذه الاولى الكوميتي تمام. طيب الكوميتي بنجيبه باختصار انه في معي حاجتين. اول حاجه تاخذ الامبلوي الموظفين تهتم بالموظفين الاستحقاق حقهم، كمان العملاء تهتم بمصادرهم ايش يحتاجوا للصحه لانه هي كمان معها جزء في الصحه، ايش العملاء اللي يشتغلوا علشان الصحه وكذا، وكمان ايش تاخذ حق الهيومن رايت انترست كوميتيز. هذا باختصار شديد. وكمان في معها جي ايش معها فونديشن هذه الجمعيات هذه الجمعيات الخيريه وكذا، هذا اللي تستخدمها على اساس انه تحسن سمعته وكذا. فهي انشات جمعيات خيريه، الجمعيات الخيريه تخدم المجتمع في مشاريع في كذا، من ضمن مثلا تعطي لهم موجودات يعني طاقه توبين مثلا على الرياض اضافه موظفين على اساس ايوه بالاضافه للموظفين. فهذا باختصار ايش تعمل للامبلويز والكستمر والكوميونيتيز. الباقي الانفيرمنت طبعا ده باختصار كذا تمام. طبعا شكرا لكم واي عملنا لكم موقع فيه طبعا الشباب الذين مرة يا شباب خلوها خمس دقائق خلاص يعني ايضا عمليه في صاله في كلاد وقت قصير هي عمليه اهداء هنا عمليه استخدمه ايوه هذا هو التاهيل ممتاز ما شاء الله ربي ايوه اللهم صل وسلم بس يعني على كيف الارتاب الزروق موجود الزروق قاعد بشكل قديم ضروري الالوان ضروري تكون موجوده لا عمل لا نجمع عمل نجمع لا هنا بيجي فوق بحث بحث تعال البحث ولا نجمع هنا البحث لا ترجع تعال نجمع عند الجيم هنا البحث أيوة هذا هو تعال تعال فوق تعال فوق تعال 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 لا كيف توصل معلومة في فترة معينة؟ في فترة محددة طريقة طريقة يقسم الدرجة حسب تشكيل التعليق القاعدة على كل جزئية يعني حتى سبسيدريز اللي هي الفروع حقها اورجنايزيشن شارت الهيكل التنظيمي ايثكس اند سوشيال ريسبونسبيلتي انترناشونال بزنس كوربريت استراتيجي. اوكي
اوكي المقدمه وتوك اباوت فورث لارجست اويل كومبانيز ان ذا وورلد اللي هي اكبر شركه رابع شركه عالميه في العالم بنبدا بالبروفايل حقها وبعدين بناخذ النبذه التاريخيه والهيكل التنظيمي ثم المسؤوليات الاخلاقيه والاجتماعيه وايضا استراتيجيه الموظف طبعا توتال شركه فرنسيه واحدى رابع شركات نفط في العالم تاسست في 28 مارس 1924 مؤسسها هو ارنست ميرسيو المنتجات تصدير النفط والغاز استكشاف وانتاج وايضا الغاز الطبيعي المسال والتجاره والنقل وايضا الريفايننج اللي هي تكرير النفط والبتروكيماويات والسولر والبايوماس اللي هو الطاقه الشمسيه والبايوماس هذا يعني كيف تستفيد من المنتجات هذه الويست اللي هو تعمل ريسايكلينج مخلفات هذا المقر حقها طبعا شلون قد جاء هذا المقر نشوف اسمه تور توتال برد توتال كوربوفيا فرنسا الخدمات يعني عبارة عن نفط خلاص كده تمام يعني شو نبدأ لا ما فيش نوعية أشياء تكلم مالين أشياء طبعا تأسست بعد الحرب العالمية الثانية الأولى وبدأت يعني كشركة خاصة كانت تسمى فرنش بتروليوم كمباني وادخلت في بورصة باريس عام 1929 هذا عندما كانت شركة خاصة بعدين تغير الاسم البراند اسمها توتال سي اف بي اللي هو اختصار للكمباني فرنسي دو بتروس كلمة فرنسية اختصار عام 1985 ثم عادت عام 2003 إلى اسمها توتال وادخلت في بورصة نيويورك عام 1991 هذا بالنسبة للنبذة التاريخية على الشركة الفروع حقها تعمل في أكثر من 130 دولة ما بناخذهمش كامل من ضمنها اليمن في حضرموت توتال باليمن حضرموت وأيضا يمن الإنجليش دي شركة الغاز المسال في بلحاف الهامس نسبة 39.62% هذا بالنسبة للفروع طبعا الهيكل التنظيمي عبارة عن الأورجانيك موديل اللي هو النموذج العضوي يقوم على النموذج الهيكل التنظيمي على أساس الوظيفي فانكشنال ديزاين بالنسبة للمسؤوليات الأخلاقية والاجتماعية مسؤولية تجاه المزودرة والموظفين تجاه الكستمرز الزبائن سبلايرز الكونتراكترز اللي هم الموردين المتعاقدين والهوست كانتريز البلدان المضيفة لوكال كوميونيتيز بزنس بارتنرز اند شير هولدرز ايش اهم المسؤوليات اللي ما مثلا او الهوست كانتريز ممكن خلص بناخذ الهوست كانتريز هذه بالنسبة للمانجرز ما بناخذهاش والامبلويز هنا الكستمرز مشيت خلاص بناخذ الهوست كانتريز هنا السبلايرز وتقريبا هوست كانتريز طبعا المبادئ التوجيهيه بشان الاعمال وحقوق الانسان كما اقرها مجلس الامم المتحده لحقوق الانسان في 2011 تعترف بالتزامات الدول القائمه باحترام حقوق الانسان وحمايتها وتنفيذها هذه طبعا اخذتها من اسمه كود اوف كونتاكت ادب السلوك من حق الوتاد عند اطلاعنا هذه كان يعني نص خلاص من البروسيدا هذه الهوست كنتريز اللي هي البلدان المضيئه تحترم توتال سياده الدول المستضيفه وتمتنع عن التدخل في بلدهم يحترم قوانينهم وبعضهم المسؤولية اللي تعملها من تلقاء نفسك بدون ما يكون في عليك فروض بدون ما يكون في عليك خان بدون ما يكون عليك فرض من الدولة من تلقاء نفسك غير قانوني غير قانوني نعم بالنسبة للغير قانوني بس
مذكور كان في لقب هنا في المستري تقدم مدارس تقدم منح للموظفين وتقدم ايضا خدمات طبيه ايضا الكهرباء الكهرباء المنطقه هذه ما مش مسؤول عنها بس تقدم يعني لو كان في اليمن تقدم منها يعني يصبح يصبح لا حاجه باليمن اذا هي هناك هناك مسؤوليه هذا بالنسبه لل يوس كونفيس هذا بزنس كونفيس شير اوردرز. بالنسبه للكوبريت استراتيجي طبعا توتال بوليت ريليتد دايفرسيفيكيشن استراتيجي اللي هي تتبع استراتيجيات التهاب العمل المرتبط مع بعض ريليتد دايفرسيفيكيشن تنوع مرتبط مثلا كل ده يعني باعمال المنطقه البتروكيماويات والتكنولوجيات يعني تختلف بس ريليتد يعني كلها مرتبطه. والسمري ودي ولا يخلص هني كل شيء يعني يسمع. شكرا. 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 شكرا